السؤال الثاني يا شيخ، زوجتي أجرت عملية جراحية لها 23 يوم وتبغى تصلي وتقول أنه يعني يطلع مني اصفرار، هل يعني يجوز أني يعني أراسل أصلي ولا لا؟ أجزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. سؤال، الصفرة والكدرة في زمن الحيض بالنسبة للمرأة هل تصلي وتصوم؟ لا، الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وأما الكدرة والصفرة بعد الطهر فليست شيئا. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.